عجيب، جريدة الشروق الجزائرية تدافع عن المغرب. على غير عادتها، نشرت جريدة الشروق في موقعها الإلكتروني مقالا يدافع عن المغرب، حيث قام كاتبه بالتحقق من ساحة فيديو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي يقول نشره الأول أنه من صلاة التراويح في مسجد الحسن الثاني يردد المغاربة الدعاء خلف الإمام ضد تطبيعه مع إسرائيل. وقالت الشروق إن الصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورا تظهر فيه صفوفا من آلاف المصلين في باحة مسجد كبير، ويسمع صوت دعاء لسكان قطاع غزة المحاصر وللمسجد الأقصى. وأرفق هذا الفيديو بتعليقات توحي أو تقول صراحة إنه مصور حديثا في المغرب مع واسم التطبيع خيانة. وتقول الشروق الجزائرية تزامن انتشار هذا الفيديو بهذا السياق مع عودة صلاة التراويح إلى مسجد المغرب وغيرها من بلدان العالم الإسلامي مع بداية شهر رمضان لهذا العام، ويأتي انتشاره أيضا بعد مرور أكثر من عام على تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني. تحرت الجريدة صحة الفيديو وقالت إنه لا شأن له بكل ذلك، فقد أظهر التفتيش عنه على محركات البحث أنه منشور في العام 2014، ونشر الفيديو أنذاك على أنه يظهر دعاء في مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء.